ديسمبر ويناير وفبراير في زيادة في الوفيات في العالم كله في الأيام العادية نتيجة زيادة الأمراض التنفسية، وبالتالي متوقع أن يبقى في زيادات في الفترة الجاية في الأمراض التنفسية. وكمان لازم ناخد بالنا أن ده ممكن يصاحبه مضاعفات لا قدر الله إذا تعرض الشخص لمرض تنفسي وصاحب ذلك أمراض مرض زي الكورونا. طب إيه الاستعدادات اللي قامت بيها الدولة؟ طبعا موضوع الكورونا ده موضوع الدولة كلها بتقوم بيه، مش وزارة الصحة بس، كلنا أجهزة الدولة، لجنة الأزمات برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، واللجنة الطبية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، كلنا بنتشارك في الإجراءات والقرارات، وطبعا متابعة دقيقة واليومية من القيادة السياسية من سيادة الرئيس بتدي زي مادة مصر القوة الفترة اللي فاتت في التصدي لهذا الوباء، إن شاء الله نتلنا على قد هذا التحدي. إحنا بنأكد على استمرار تقديم الخدمات الأساسية، مش عايزين المريض يعزف عن إن هو يجي ياخد الخدمة الأساسية زي ما حصل شهر إبريل ومايو ويونيو اللي فات. إحنا رفعنا كفاءة كثير من البنية التحتية وخاصة المستشفيات الصدر والحميات، أكثر من 50% من المستشفيات أو 60% من مستشفيات الصدر والحميات تم تطويرها وشبكات الغازات والأجهزة. عندنا الإدارة المركزية اللي بتدير هذا الوباء في غرفة العمليات المركزية ممثل فيها كل الجهات والأجهزة. عندنا الأرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات ومؤكدين على وجودها. بروتوكول علاج محدث والبروتوكول النسخة الرابعة هتصدر خلال أيام. القوى البشرية في حالة تدريب مستمر الفترة اللي فاتت وما زلنا. توفير اللقاحات قدرنا إن إحنا يعني تعاقدنا مع كثير من الجهات المنتجة لهذه اللقاحات، وبنعمل طبعا الأبحاث الإكلينيكية مع بعض الشركات واستعدنا للتصنيع. عندنا الخط الساخن في أكثر من 200 متلقي بلاغ ومربوط بالاستشاريين، وطبعا شبكة المعامل زودناها لـ 161 معمل وميكن تابع للمعامل المركزية.